الأستاذ عثمان البوصيفي، بداية نرحب بك. أستاذ عثمان البوصيفي عبر الأقمار الصناعية ينضم إلينا الآن. أهلا وسهلا بك، أنا في الاستماع. نعم، تخريج هذه الدفعات الآن في هذا الوقت تحديدا، ماذا يحمل من دلالات وما هي الرسائل الضمنية التي يحتويها هذا المشهد؟ أولا نبارك لخريجين الكلية العسكرية، هؤلاء الرجال الأبطال، الشباب الليبيين الذين يدافعون عن الأرض والعرض، وكما قال سيادة المشير وتفضل بأن حياهم تحية خاصة جدا لأنهم انضموا إلى المؤسسة العسكرية في هذا التوقيت الصعب، لأن البلد يعني تعاني من حرب ضد الإرهاب وتخوض يعني مخاض عسكري كبير جدا، فلا ينضم إلى هذه المؤسسات إلا الرجال والوطنيين الذين يدافعون عن أرضهم وعرضهم. هناك الكثير من الرسائل الحقيقة التي أرسلها سيادة المشير في كلمته التي ألقاها في تخريج هذه الدفعة، رسائل محلية ورسائل دولية أخرى. على الصعيد المحلي رفع الروح المعنوية لهذا الشعب المناضل، لهذا الشعب الذي يقاتل بإرادة قوية وكرامة لانتزاع حقوقه على الأرض الليبية ضد المستعمر التركي الذي غزا هذه الأرض لكي يكسر هذا الشعب ويضعه تحت وطأة قدميه. ولكن أكد سيادة المشير بأن قوة وصلابة هذا الشعب، حيث أشار إلى آخر التحام الشعب الليبي في يد واحدة داخل ساحة الكيش والاحتفال، وكيف ألقى الشعب الليبي يعني كلمات وعبارات وجهها إلى المستعمر التركي بحيث أنه يواجه يعني شعب قوي وصلب. أما على الرسائل المستوى الدولي، فسيادة المشير وجه رسالة يعني تعتبر ضمنية، وهي العالم يرى كيف يتم تخريج الجنود عبر الكليات العسكرية في المناطق الخاضعة تحت سيطرة القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية. يعني عبر هذا المشهد الرائع الذي رأيناه في كلية توكرة، نتحدى فأز سراج، يتحدى عبر هذه القناة أن يقوم بمثل هذا المشهد أو أن يخرج دفعة وهيهات أن يفعل ذلك، لأن طرابلس واقع تحت الميليشيات وتحت الإرهاب وتحت أناس يؤمنون بالمؤسسة العسكرية أساسا، فهذا المشهد مشهد صعب عليه، ولن يستطيع فأز سراج أن يقف على المنبر لكي يلقي كلمة ليخرج دفعات عسكرية كما ألقاها سيادة المشير. هذا التحدي تحدي صعب جدا، وعليه أن يعي جيدا بأن هذه الجماعات الإرهابية التي يدعمها بها المال هي تواجه إرادة وتواجه جنود منظمين خريجي كليات عسكرية. وكذلك أثبت سيادة المشير بأن هذا الجيش الذي يقوده هو جيش منظم، جيش يتم يعني تدريبه وتعليمه عبر المؤسسة العسكرية وفقا لكل القوانين والقرارات الدولية التي تبيح لي الدول ب يعني افتتاح مؤسسات عسكرية وتخريج سواء جنود أو ضباط أو ضباط صف أو ما إلى ذلك من الرتب العسكرية. نحن إن دل على شيء تخريج هذه الدفعة، دل على النظام ودل على احترام القوانين المحلية والدولية، ودل كذلك على إرادة هؤلاء الشباب وفي يعني حماة الوطن. كما قال سيادة المشير، هم مصنع في من مصنع الرجال، هي بالفعل مصنع الرجال، لأن لا ينضم إلى الكليات العسكرية إلا كل وطني ورجل شريف يدافع عن أرضه بكل يعني إرادة ومصداقية، وليس بالزيف وكما تفعل بعض الجماعات الإرهابية التي تقاتل، يا ريتها حتى تقاتل على الحق، بل هي تقاتل في استقرار المجتمعات. هناك صورة وتوضيحها، هناك فارق كبير بين القوات المسلحة العربية الليبية وبين ما يقوده فائز السراج. فائز السراج يقود جماعات وغير منظمة، جماعات إرهابية، جماعات مطلوبة، نصفهم ليبيين والنصف الآخر جماعات مطلوبة دوليا. هو لا حتى لا عندما يواجه في المعارك التي تقودها القوات المسلحة العربية الليبية، لا يواجه بقوات منظمة، بل هو يواجه بمرتزقة وإرهابيين وما إلى ذلك. وهذا يدل على العشوائية ويدل على يعني الفوضوية التي تعيش فيها مدينة طرابلس تحت وطأة الإرهاب وهذه التنظيمات الإرهابية. نعم. ولكن في المناطق الخاضعة للقوات المسلحة العربية الليبية، حتى ونحن في حالة الحرب وفي خضم المعارك، يتم تخريج دفعات ولا يدخل ولا ينضم إلى المؤسسة العسكرية إلا كل من هو منضبط وبالفعل يتم تسجيله إنه بأنه جندي تبع القوات المسلحة العربية الليبية. إذن هناك شتانة يعني، والفرق واضح ما بين الفوضى وما بين النظام. نعم، أيضا هناك نفهم تلويح بالقوة التي لم يتم استخدام إلا جزء بسيط منها من خلال هذا التخريج. نعم، بكل تأكيد أخي، نحن القيادة العامة إلى الآن نحن نخوض معارك ولم تنتهي الحرب بعد.
لا يزال لدينا الكثير من الأبناء الذين سينضمون إلى القوات المسلحة العربية الليبية، لدينا هناك الكثير من الدفعات التي تم تخريجها. نحن يعني لم ندخل كل قواتنا، عفوا لم ندخل كل يعني جنودنا المنضوين تحت المؤسسة العسكرية في خضم هذه المعارك، نحن نستخدم الجزء البسيط فقط لأننا ندرك يعني مدى يعني قوة الخصم والذي يواجهنا، فهو لا يملك أي قوة بل هو ضعيف ومهتري، وليس هناك يا أخي العزيز ليس هناك أي جماعات إرهابية عشوائية في مقدورها أن تهزم جيش منظم بهذه الطريقة. نعم، إذن أستاذ العلوم السياسية بالجامعة الليبية عثمان البوصيفي، كنت معنا عبر الأقمار الصناعية، شكرا جزيلا لك.